بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعبة هذا الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل أنه دخل على عاصم وهو في وقد احتضر، نتكلم الآن عن شيء من ترجمته. هذا الإمام العظيم شعبة رحمه الله أبو بكر بن عياش، وعاش 98 سنة، ولد سنة 95 هجرية ومات سنة 93 للهجرة. يذكر عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فيقول: كان أبو بكر بن عياش خيرا فاضلا لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. لم يضع جنبه إلى الأرض، يعني لما كان ينام ما كان يضطجع، حياء وخشية من الله وبسبب كثرة قيامه في الليل. فكان إذا نام أسند ظهره إلى الجدار واتكأ ولم رجليه هكذا ونام. وقد حدثنا عن عدد من العلماء لم ندركهم نحن، ولكن أدركهم الجيل الذي قبلنا، منهم العالم الكبير والذي يسمى عند أهل الشام المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، أنه كان ينام بها هذه الهيئة، كان يسند ظهره إلى الجدار ويلم رجليه هكذا ويغمض عينيه ويسند رأسه وينام، ما كان يتمدد، خشية وحياء من الله عز وجل. يعني هذا ليس لا يقتدى به، لأنه حال خاص، لكنه موجود، يعني حال خاص. نحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتمدد وهو أكثرنا خشية لله وأكثرنا علما بالله. لكن في بعض الأفراد في الأمة يبلغ بهم الحياء من الله عز وجل هذا المبلغ، ما شاء الله. وأيضا يذكر الإمام الجزري عن أبي عبد الله النخعي قال: لم يفرش لأبي بكر بن عياش فراش 50 سنة. وكذا قال يحيى بن معين. يعني هذا الخبر مروي من عدة جهات، و من أكثر من طريق، أن شعبة هكذا كان حاله رحمة الله تعالى عليه. ويذكر شعبة عن نفسه يقول: إني صمت 80 رمضانا ما أفطرت فيها يوما واحدا في حضر ولا سفر. هو عاش كما قلنا 98 سنة، وحدث بهذا قبل موته بعدة سنوات: إني صمت 80 رمضانا ما أفطرت فيها يوما واحدا في حضر ولا سفر. ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يعيننا وإياكم. وكان يكثر من قراءة القرآن ويختم، يقول ابنه أن أباه كان يختم القرآن منذ 30 سنة كل يوم مرة. يعني هذا الخبر جاء من عدة طرق، أنا استغربته لما رأيته، لكني رأيته من عدة طرق. وهذا يا إخواني يعني يدخل في الكرامات لا شك. من جملة الكرامات يا إخوتي البركة في الزمن. البركة في الزمن، ما معنى البركة في الزمن؟ أن يفعل الإنسان في الزمن القصير الشيء الكثير. وهذا حدث لي إمامنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرج به، لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة واحدة. إذا أردنا أن نحسبها بالورقة والقلم هذا عقولنا القاصرة لا تقبله، ولكن ألم يخبرنا الله عز وجل بذلك؟ آمنا وصدقنا، وكأنه والله حقيقة، بل هو حقيقة الحقائق. فكما أن الإسراء والمعراج هي عمل كثير في زمن قليل، فما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. أما أن يقرأ إنسان ختمة كل يوم 30 عاما، هذا أمر داخل في الكرامات في باب بركة الزمان. بركة الزمان ما شاء الله، لأن الختمة تحتاج يعني تقريبا إلى 10 ساعات، لأن القرآن العظيم 30 جزءا، و كل 3 أجزاء تحتاج إلى ساعة، لأن الجزء 20 صفحة وكل صفحة تحتاج إلى دقيقة، ف3 أجزاء 60 دقيقة، 30 جزءا 10 ساعات.
فشعبة 30 عاما يقرأ كل يوم ختمة، والله ما هو بالأمر السهل، لكنه مروي من عدة طرق. فرحمه الله تعالى يقول أبو بكر شعبة عن نفسه: اختلفت إلى عاصم، اختلفت بمعنى ترددت وذهبت من بيتي إلى بيته أو إلى مسجده الذي يقرأ فيه نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر. انتبهت يا طلاب العلم، يعني ليس لمجرد تغير بسيط في الأحوال الجوية يقول والله اليوم ما لي رايح، اليوم في مطر ما لي رايح، اليوم حر شديد ما لي رايح. من كان هذا حاله لا يصير عالما أبدا، كما في هذين البيتين الذي كنت سمعتهما وأسأل الله أن أستذكرهما: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. بيتان جميلان. فلذلك شعبة رحمه الله كان يذهب إلى عاصم في الحر والشتاء والمطر، لا يمنعه ذلك أبدا عن طلب العلم. ويقول شعبة: قال لي عاصم، يعني شيخه قال له: احمد الله تعالى فإنك جئت وما تحسن شيئا. يعني أحب الشيخ هنا أن يذكر تلميذه بحاله لما جاء، فقال له: احمد الله تعالى فإنك جئت وما تحسن شيئا. فقال له شعبة لشيخه: إنما خرجت من المكتب ثم جئت إليك. يقول شعبة: فلقد فارقت عاصما وما أسقط من القرآن حرفا، يعني أتقن القراءة تماما. فمن جملة ذلك ما ذكره الإمام ابن وهبان في كتاب أحسن الأخبار، يقول أن شعبة كان يأتي عاصما اللي يقرأ عليه يعني في الحر والبرد، وربما خاض في ماء المطر فيبلغ الماء حقويه. الحقويه يعني عند الخصر، عند خصر الإنسان تقريبا هذه المنطقة، فيبلغ الماء حقويه فينزع لباسه لأنه قد صار مبتلا من أسفل جسمه. يقول يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم هو تلميذ شعبة: قال لي أبو بكر بن عياش الذي هو شعبة يعني: إنك لتسألني عن شيء من هذه الحروف، يعني من أحكام القراءة، أعملت نفسي فيها زمانا سنة بعد سنة وسنة بعد سنة في الصيف والشتاء والأمطار. هو فقط أراد أن ينبه تلميذه أنك تأخذ مني الآن علما سهلا، لكني أنا ما حصلته بالسهولة، حصلته بالتعب وبالصبر وبالثبات. فقط أحب أن يلفت نظره إلى هذا الأمر. وذكر من اهتمامه بهذه الحروف وطلبه لها من عاصم اهتماما شديدا وطلبا شديدا. وأيضا يذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد فيقول: مكث أبو بكر بن عياش 20 سنة قد نزل الماء، يعني الماء الأبيض، قد نزل الماء في إحدى عينيه ما يعلم به أهله. سبحان الله، يعني من أقرب الناس إلى الإنسان؟ أليس أهله؟ لكن صبره، كان صابر، يعني لا يشكي أمره إلى الله. هكذا كان يعني ترتيبه رحمه الله: 20 سنة والماء الأبيض في عينيه ولا يدري أهله بهذا الأمر. ويذكر الخطيب أيضا في تاريخ بغداد فيقول: كان أبو بكر بن عياش يقوم الليل في قباء، القباء مثل البرنوس، يعني في قباء صوف وسراويل وعكازة يضعها في صدره حين كبر يتكئ عليها فيحيي ليلته. سبحان الله، سبحان الله، يعني شيء عجيب. أليست الصلاة قاعدا جائزة، بل مضطجعا جائزة عند عدم القدرة؟ فلكنه لعلو همته شعبة رحمه الله كان يصر أن يصلي النوافل قائما، ويجعل عكازته في صدره يتكئ عليها حتى لا يهوي في الصلاة. هكذا الهمم العالية، ما شاء الله. أذكر أن شيئا من هذا ذكر أيضا عن شيخنا في الإسناد زكريا الأنصاري، شيخ مصر بل شيخ العالم الإسلامي كله في القراءات 10، بل في 14، وفي كتب الحديث 6، البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ أيضا، وشيخ العالم الإسلامي في الفقه الشافعي. الشيخ زكريا الأنصاري كان رجلا محوريا في هذه الأشياء 3: القرآن والحديث والفقه الشافعي رحمة الله عليه، وهو من علماء مصر الكبار.
وعاش قرنا من الزمان، كان في آخر عمره يصلي، وهكذا ورد في ترجمته، كان في آخر عمره يصلي واقفا يكاد يهوي من الكبر، فيقول له بعض طلابه: يا سيدنا لو أنك صليت قاعدا. فيقول: لا أعود نفسي على الكسل، لا أعود نفسي على الكسل. ما شاء الله على هذه الهمم العالية. وحال شعبة رحمه الله من الباب نفسه، يا هنيئا لنا بهؤلاء الأئمة. أيضا يذكر صاحب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي عن أحد طلاب شعبة يقول: سالت حدقة أبي بكر، حدقة عينه. قلت لكم منذ قليل أنه أصابه الماء الأبيض 20 سنة، ثم بعد ذلك تطور الأمر في عينه إلى أن فقد البصر بعينه، ثم سالت حجرة عينه الحدقة، فسالت حدقة أبي بكر، فقال لي: ضعها على كفي، يعني أخرجها ومسكها بإيده ما عاد يشوف فيها يعني، فوضعتها على كفه ثم بكيت. التلميذ عم يقول عن نفسه بكى. فقال له شعبة: أتبكي علي وقد قرأت القرآن 80 سنة؟ يعني شايفين الإنسان يا إخواننا في آخر عمره عليه أن يغلب حسن الظن بالله، وأن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. أتبكي علي وقد قرأت القرآن 80 سنة؟ قال شعبة: وأخرى أخبرك بها أي بني، أي بني يعني يا بني، ما أتت علي ليلة في مرض إلا وأنا أقرأ فيها القرآن. ما شاء الله، ما شاء الله على هؤلاء الأئمة العظام، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقهم. يقول ابن عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. السنة يعني الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إمامنا ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية عن شعبة: وعمر دهرا، يعني كما ذكرت لكم أنه عاش، يعني هو رحمه الله توفي كما ذكرت سنة 93 و100، وعاش 98 عاما، 98 قرابة 100 عام. يقول شيخنا الجزري عن شعبة: وعمر دهرا إلا أنه قطع الإقراء قبل موته ب7 سنين وقيل بأكثر. أيضا هذه يعني أنبه ساداتنا الذين يقرؤون القرآن، إن كبرت سنهم ووصلوا إلى مرحلة يعني لم يعودوا قادرين على ضبط التلاوة فليعتذروا، ولا يعطوا إجازة لا يستحقها هذا الطالب لأنه لم يكونوا قادرين على تصحيح قراءته تماما، إما بسبب النوم أثناء قراءة الطالب، أو بسبب النعاس، أو بسبب شرود الذهن. وقد أشرت إلى هذا في حلقة سابقة عندما تكلمنا عن ترجمة الإمام البزي، لأنه أيضا البزي قطع الإقراء قبل موته ب7 سنين. فطالما الإنسان يا إخواننا يا أهل القرآن يا مشايخ القرآن، طالما الإنسان عنده القدرة على العطاء فليعطي، ولكن إذا وصل إلى مرحلة من الضعف وعدم التركيز الذهني والشعور بالنعاس فليعتذر وهو معذور أمام الله، خير له من أن يقرأ عليه فلان وفلان وهو نائم أو وهو شارد الذهن ثم يعطيهم إجازة وقد مر معهم أثناء القراءة حرف كذا وحرف كذا وحرف كذا لم يتقنه ذلك الطالب لأن شيخه لم ينبهه عليه. هذا أمر هام يدخل في الأمانة العلمية. هذا هو شعبة تلميذ عاصم رحمة الله تعالى عليه.